أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها نفذت هجوما بطائرة مسيرة على مطار نجران في السعودية للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وبحسب تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين فإن الطائرة استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط قتلى أو جرحى. نذهب إلى صنعاء، معنا من هناك مراسل التلفزيون العربي خليل القهري. خليل، هل يقدم الحوثيون أي تفسيرات بخصوص تصعيد هجماتهم بالطائرات المسيرة في الأيام الأخيرة؟ يعني خلال الفترة الأخيرة وبشكل يومي تقريبا الحوثيون قدموا مثل هذه التفسيرات، قائلين بأن هذا يمثل نوعا من عملا مشروعا بمثابة الدفاع عن النفس طالما استمرت طائرات التحالف في قصف الأهداف العسكرية والمدنية في اليمن، وطالما استمر الحصار. وبالتالي يقولون بأنه طالما استمر هذا التصعيد من قبل التحالف السعودي الإماراتي فإنه بالضرورة سيواجه بمزيد من التصعيد. حتى اللحظات الأخيرة يوم أمس أيضا أكد قادة حوثيون في كلمات لهم وتصريحات بأن هذا التصعيد سيبقى مستمرا ولا مجال لتراجعه إلا بانتهاء الحصار ووقف الغارات الجوية. وبالتالي يؤكدون أيضا أن هذا التصعيد سيشمل أهدافا عسكرية وحيوية، كما أعلنوا مؤخرا بأن هناك 300 هدف عسكري ومنشأة حيوية تتوزع بين الإطارين الجغرافي السعودي والإماراتي ستكون هدفا لعملياتهم العسكرية سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة خلال الفترة القادمة. وسبق أن نعلم في مستهل هذا العام بأن هذا العام سيكون مغايرا من حيث التصعيد ضد الأهداف السعودية والإماراتية. وبالتالي يمكن القول مرة أخرى بأنه ليس جديدا أن يستهدف الحوثيون مرة أخرى مطار نجران أو أهداف عسكرية وأيضا منشآت سعودية، وكما حدث خلال الأيام الأخيرة ذلك أنهم أعلنوا مسبقا أن التصعيد يعني قائم لا محالة طالما استمر تصعيد الطرف الآخر. شكرا جزيلا خليل القاهري في صنعاء. مشاهدينا، نتابع الآن في هذا التقرير مزيدا من التفصيلات بخصوص هذا التطور، قصف الحوثيين من جديد لأهداف سعودية وفق بطائرات مسيرة. مطار نجران جنوب غرب السعودية هدف لطيران الحوثيين المسير مرة أخرى خلال 24 ساعة. مرابض الطائرات الحربية في المطار ذاته كانت الهدف الدقيق يقول الحوثيون. طائرات يقولون إنها هي ذاتها التي تستهدف المدنيين في اليمن، في إشارة إلى الغارات الجوية التي ينفذها التحالف السعودي الإماراتي على امتداد اليمن منذ بدء الحرب. سلاح الجو التابع للحوثيين يؤكد إصابة المرابض بدقة في هجوم نجران الثاني على غرار تأكيداته بأن مخزن أسلحة كان هدفا لهجوم الأمس الذي استخدمت فيه أيضا طائرة مسيرة تحمل مسمى قاصف 2K. استهداف جماعة الحوثي للعمق السعودي يبدو من وجهة نظر الجماعة حقا مشروعا للدفاع عن النفس وردا ملزما على استهداف التحالف لليمن في غاراته الجوية المستمرة. الجانب السعودي يقول إن الحوثيين يستهدفون مواقع ومنشآت مدنية بل ويحاولون استهداف مكة المكرمة بصواريخهم البالستية، أمر ينفيه الحوثيون ويقولون إنه ليس من أجنداتهم استهداف المدنيين ولا الأماكن المقدسة، بل إن أهدافهم كما يقولون عسكرية وحيوية خالصة تمتد إلى 300 هدف تتوزع في العمق السعودي والإماراتي. بين وجهة نظر الحوثيين وروايات التحالف تبدو الأوضاع مرشحة للتصعيد، تصعيد يشترط الحوثيون لوقفه توقفا تاما للغارات الجوية على اليمن وإنهاء الحصار. يبدو أن الوضع مرشح لمزيد من التصعيد، وذلك من خلال النظر إلى الاستهداف المتكرر من قبل الحوثيين في العمق السعودي، وكذا دعوة السعودية لقمتين في مكة خلال الأيام القادمة لمناقشة هذا الاستهداف. ميزان المعادلة في تغير متسارع من الناحية العسكرية رغم الجهود المبذولة لوضع حل للصراع بدءا من ملف الحديدة، ملف اعتبر البرلمان الموالي للحكومة الشرعية أن المبعوث الدولي مارتن جريفيث أشرف من خلاله على مسرحية فجة وانسحاب صوري للحوثيين من الموانئ على الساحل الغربي، ووجه الحكومة بعدم التعاطي مع جريفيث متهما الرجل بمخالفات القرارات الأممية.
بواعث الحرب وطول أمد الصراع تبدو أكثر بكثير من مساعي السلام وتفوق الجهود المتسارعة لوضع نهاية للاقتتال. هذا ما يراه مراقبون وتنبئ عنه المعطيات على الأرض. خليل القاهري، العربي، صنعاء.